سارة بتسيب الحنفية مفتوحة وهي بتغسل سنانها كل يوم، يعني كده يا سارة أهدرتي 12 لتر مية في دقيقتين. علاء بقى بيحلق دقنه في 5 دقايق وبرضه سايب الحنفية مفتوحة. انت أهدرت 30 لتر مية علاء. علاء وسارة ممكن يوفروا طن مية كل شهر لو استخدموا كوباية. ممكن نعمل كل ده بكوباية مية واحدة. ده عم جابر كل يوم يصحى يغسل عربيات العمارة بخرطوم مية. صباحك فل يا عم جابر. ودي بقى الست عطيات بتغسل السجادة بالخرطوم، وكل سنة وانتوا طيبين. عيد بقى، علشان نغسل السجادة دي والعربية دي بنضيع 1800 لتر، يعني تقريبا 2 طن مية. تخيل بقى كل يوم كم عربية وكم سجادة بيضيعوا في ميتنا. ما تهدرش في المية وتيجي تقول هي جات عليا. ايوه جات عليك، لان كل نقطة